بين الرجل والمرأة. هناك مجموعة من الوسائل والأدوات أكد عليها الشارع الشريف. الأمر الأول الانسجام، فلا بد أن نؤسس للانسجام بين الرجل وأهله. وإذا تكلمنا عن مفهوم الانسجام لا نقصد به أن يبحث الرجل عن زوجة تكون صورة له تماما، لا، الانسجام لا أقل أن ينسجما أخلاقيا دينيا فكريا. هذا الانسجام أيها الأحبة يعزز الروابط. عندما تكون الزوجة تعيش حالة من الاستقامة والزوج يعيش حالة الانحلال، هل هذه العلاقة يمكن أن تستقيم؟ نحن كرجال دين تأتينا هواتف اتصالات، امرأة يضغط عليها زوجها يريد منها أن تتمكيج وتتزين، بل وأن ترفع الحجاب وأن تخرج معه مع أصدقائه، كل واحد مع كل صديق مع زوجته، ودولين عندهم من الانحلال الديني. هذه المرأة ما سألوا عن هذا الرجل جيدا، وإذا به بعد الزواج طالبها أن ترفع الحجاب وأن تتجمل وأن تخرج معه. عدم الانسجام هذه صدمة عنيفة جدا أصابت هذه المرأة، فعوضا من أن يكون الزوج عونا لها في طريق الاستقامة صار شيطانا يدعوها للانحراف. العكس بالعكس، حالة أخرى، تزوج أحدهم، أحد المؤمنين، هي قضية حقيقية، تزوج فتاة، سأل عنها، قال امرأة جيدة حسنة السلوك والتدين، ولكن انصدم بعد الزواج أنها تحمل فكرا علمانيا، امرأة منفتحة، شعرها لا تتورع في ستره بل تكشفه، وتلبس من اللباس ما يحكي بدنها ويشخص جسدها، وعظها، نصحها ذلك الزوج، هو بنفسه يقول ذكرها بالله، ولكن لا ينفع. حاول أن يمتص تلك الصدمة ولكن المرأة تتمادى. وين الصاعقة؟ عندما رزقهم المولى تعالى بنت، أيام الله أعطاهم بنت، طيب الأيام الأولى عادي البنت صغيرة، لكن من وصلت إلى 9 سنوات أصبحت البنت شنو؟ هذا في واقعنا بالبحرين، صارت مكلفة. الآن من المسؤول عن تربية البنت؟ الولاية لمن؟ من الذي سيقف على الصراط يوم القيامة ويجلد ويحاسب لتفريطه؟ المرأة لو الزوج؟ الزوج، الولاية في يده، هو الذي يملك ولاية في تأديب ابنته وإرشادها ونصحها. وبدأ الصراع، الأم تمنع ابنتها أن تتحجب، تمنع ليش؟ ليش بنتي عجوز؟ شوف هذا المنطق الأعوج، لماذا من الآن تريد أن تجعلوها كالعجوز؟ الحجاب معناه عجوز؟ أي منطق؟ هذا تشويه لشرع الله عز وجل. والأب يراقب الله عز وجل وخائف من الحساب، فصارت البنت في موضع لا تحسد عليه، يتنازعها من؟ الأبوان، هذا يدعو لسترها والأم تدعو لكشفها. ومع هذا الطفلة الصغيرة التي ترى أبويها قدوتها، الأبوين في نظر الأطفال هم القدوة الكاملة، حتى لو كان الأبوين سيئين الطفل لا يرى في أبويه إلا الكمال، وإذا بالأبوين يتصارعان على ماذا؟ على الستر والعفاف. هاي النتيجة، لماذا وصل لها الزوجان؟ لأنه لا يوجد انسجام. أحيانا انعدام الانسجام على مستوى الثقافة، عندما تكون اهتمامات الزوج شيء واهتمامات الزوجة شيء آخر،
هذا لا يعطل العلاقة الحميمية بين الزوجين، علاقة المودة والمحبة، ولكنه يوجد منطقة فراغ. يوجد شنو؟ منطقة فراغ. اتخيل امرأة مؤمنة مربية فاضلة في البيت، والزوج سياسي من الدرجة العليا، ودائما لا يتابع إلا سياسة، ولا يتكلم إلا سياسة، ولا يقرأ في الصحافة إلا سياسة، وعلى الغداء سياسة، وعلى العشاء سياسة. هاي المرة شو تسوي بروحها؟ هي مسكينة امرأة ربت بيت ممتازة، تربي أطفالها، تقوم بشؤون البيت والخدمات في بيتها، ولها الأجر والثواب، فهي مجاهدة. لكن هذه تؤدي هذا الأمر إلى انفصام عملية الاتصال، التواصل من القضايا الحقيقية. اجتنا امرأة تشكو زوجها، ليش هذا الزوج يا أخوة لا يعرف إلا الشؤون الرياضية، بس الكرة، وهي مدرسة فاضلة. أي لاعب اسأله، أي لاعب يعرف اسمه، في أي فريق، في البحرين، خارج البحرين، في أوروبا، في برازيل، أين مكان، ما شاء الله. وبالفعل أنا قعدت وياه، لكن للأسف زوجته بعد أستاذة فاضلة متكلمة، لها منزلتها، لكن الرجل لا يعرف في حياته إلا ماذا؟ إلا الكرة. إذا إجت دورة كأس العالم خلاص، هذا الصنم يعبده ليلا نهار، ما يهده لا شؤون البيت، لا المنزل، ولا الأطفال أبدا، لا يعرف إلا شيء اسمه ماذا؟ كرة. أنت شو تريد؟ المرأة تطالع زوجها وكأن لديه إله ثاني وهو الكرة واللعب، يقدسها تقديسا بلا حدود، حتى لو تزاحمها. مستحيل أن تطلب الزوجة منه طلبا وقت اللي يلعب الفريق الفلاني، لا أطفال لا أولاد، ما يتكلم. هذه مشكلة لو مو مشكلة؟ هذا النوع يوجد عملية انفصام، وهي من دلائل الجهل عند هذا الزوج، عندما لا يعرف أولويات مسؤوليته الزوجية. إذن نحن بحاجة إلى الانسجام في الحياة الزوجية.